السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه الحصة الثالثة من مادة النشاط العلمي والمندرجة ضمن موضوع الضوء تحت عنوان تركيب الضوء. وفي البداية نستحضر ما درسناه في الحصص السابقة، حيث تعرفنا أن الضوء الأبيض يتألف من أضواء ملونة عدة، وذلك تبين لنا جليا انطلاقا من تجربة القرص المضغوط، كما اكتشفنا أن ظاهرة تبدد الضوء الأبيض تعطي طيفا مكونا من أضواء ملونة، وهي الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، والبنفسجي. أما حصتنا اليوم أعزائي فستمكننا من تعرف الألوان الأولية، كما سنتعلم طريقة الحصول على ألوان معينة انطلاقا من هذه الألوان الأولية. لنبدأ على بركة الله بهذا النشاط التمهيدي. ملاحظة وتساؤل: نلاحظ هذه الصورة، فهي لثلاثة أطفال، يمسك كل واحد منهم مصباحا وأنبوبا. هذا الأنبوب يمكن من تحويل ضوء المصباح الأبيض إلى أحمر أو أخضر أو أزرق، وذلك بتثبيت ورق بلاستيكي شفاف أحمر أو أخضر أو أزرق على فوهة هذا الأنبوب. إذا لاحظوا أعزائي ماذا وقع حينما سلط كل واحد منهم ضوءه الملون على البقعة السوداء. نعم ممتاز، نرى أن تداخل الأضواء الملونة نتج عنه ظهور أضواء بألوان جديدة: أبيض، أصفر، وردي، فيروزي. وهذا ما سنكتشفه في حصة اليوم، تابعوا معي لنرى كيف نحصل على ألوان جديدة. إذن أمامنا تجربة فيها سنحتاج إلى ثلاثة مصابيح أزرق وأخضر وأحمر، نتحكم في تشغيلها بقواطع كهربائية، كما سنحتاج إلى ورقة بيضاء فارغة. ماذا سنفعل بهذه الأشياء؟ سنضيء ورقة بيضاء بمصباح أو بمصباحين. ثم سنلاحظ لون الضوء الذي حصلنا عليه في كل مرة. في حالة إضاءة الورقة البيضاء بمصباح أزرق أو أخضر أو أحمر نحصل على النتيجة التالية: حاولوا الآن ملء هذا الجدول بكتابة لون المصباح المضيء ولون الضوء المحصل عليه كما بيّنت لنا النتائج السابقة. والجواب الصحيح: المصباح المضيء إذا كان أحمرا فلون الضوء يظهر أحمر، أما إذا أضاء المصباح الأزرق فلون الضوء سيظهر كذلك أزرقا، وإذا كان المصباح المضيء أخضرا فحتما لون الضوء سيظهر كذلك أخضر.
أما الآن أعزائي فسنضيء الورقة البيضاء بمصباحين أحمر وأخضر ثم أحمر وأزرق ثم أزرق وأخضر. وباعتماد النتائج المحصل عليها نحاول ملء هذا الجدول كذلك. نملأ هذا الجدول بكتابة لون المصابيح المضيئة ولون الضوء المحصل عليه. والجواب الصحيح إذا كانت المصابيح المضيئة باللونين الأحمر والأخضر فسنحصل على لون ضوء أصفر. وإن كانت المصابيح المضيئة باللونين أحمر والأزرق فسنحصل على لون ضوء وردي. أما إذا كانت المصابيح المضيئة باللونين الأزرق والأخضر فسنحصل على لون ضوء فيروزي. من هذه التجربة أعزائي يتبين لنا أن مزج لونين اثنين من بين الأحمر أو الأزرق أو الأخضر ينتج عنه ظهور لون جديد. لذلك نقول عن اللون الأحمر والأخضر والأزرق ألوان أولية أو رئيسية. ونمر للمحور الثاني، الأضواء الملونة هي مزيج من لونين أو أكثر. نستعين بهذا الجدول لنكتب جملا تلخص تركيب بعض الأضواء. والجواب الصحيح مزج الضوئين الأحمر والأخضر ينتج عنه ضوء أصفر. مزج الضوئين الأحمر والأزرق ينتج عنه ضوء وردي. مزج الضوئين الأخضر والأزرق ينتج عنه ضوء فيروزي. ويمكن الحصول على اللون الأبيض بمزج الأضواء الثلاثة الأحمر والأخضر والأزرق. وملخصنا اليوم يقول الألوان الأولية هي الأحمر والأخضر والأزرق. ويمكن الحصول على كل الألوان بتركيب الألوان الأولية. والآن نكون قد أجبنا عن تساؤل اليوم، كيف نحصل على ألوان جديدة؟ جواب: نحصل على ألوان جديدة من خلال تركيب الألوان الأولية الأحمر والأخضر والأزرق.